سلامات أصدقائي، معكم الزين من سوريا. بحب مسي عليكم أول شيء وأعرفكم على حالي بشكل شخصي. في ناس تعرفني بشكل شخصي، بحب مسي عليكم، الله يسعد مساكم. في ناس ما بتعرفني، بحب أعرفكم على حالي. أنا اسمي الحقيقي هادي نداوي من سوريا. مثل ما شايفين وراي في آلات موسيقية. صراحة أنا محتوائي على هي القناة هو ببجي وجيمينج. للأسف الشديد قررت غير محتوائي، للأسف قررت اعتزل ببجي، ارجع لحياة الموسيقى. معليش، أنا ماني من يوم ويومين موسيقي، الحمد لله اللي أكتر من 20 سنة موسيقي. بلشت بالموسيقى من لما كان عمري 4 سنين، كنت طفل صغير. إن شاء الله اللي بيضلوا معي رح يشوف صوري أنا وصغير عم بعزف وفيديوهات وإلى آخره. حاليا بس عم خبركم قبل ما أعمل أي شيء على القناة إنه للأسف بدي أغير محتوى القناة من الألعاب والجيمينج والببجي بشكل خاص إلى الموسيقى بشكل عام والتدريس بشكل خاص. طبعا رح اشتغل كفرز أغاني، ميوزيك كفرز. ما رح احكي شو هني لانه في افكار براسي، بس عم نام عم سكر الابواب والشبابيك كرمال ما تطلع الافكار برات الغرفة. وانا بغربة بالمناسبة. ان شاء الله رح يصير في محتوى تدريس الايقاعات الشرقية وعلى الالات الايقاعية الشرقية بشكل صحيح بشكل منتظم. رح تشوفوا كل شيء ان شاء الله بعد اسبوع او اكتر شوي او اقل شوي حسب الهمة اللي عم بشتغل فيها على محتوى القناة، على الاستديو، على عدة الصوت والمكسر والى اخره. رح اعملكم فتلة صغيرة حاليا كيف الاستديو تبعي على ارض الواقع. وطبعا بعدني عم بشتغل فيه، الاستديو مكركب جدا يا جماعة. شوي شوي طبعا طلوع السلم مثل ما بيقول المثل، درجة درجة منشان ما نطلعوا 10 درجات ونطب. اللي بتمناه منكم حاليا الدعم. لما هذا الفيديو ما بدي عليه لايكات، ما بدي عليه شيء، معلش بس مو ديسلايك. الدعم، بدي الدعم لما بلش بمحتوى الموسيقى. وبدي اشكر 250 متابع اللي موجودين عندي. انا كبرت فيكم وبكبر فيكم. بالمناسبة اي شخص ما عنده اهتمام بالموسيقى كان عم يتابعني للجيمينج وبس، فيك صديقي العزيز تلغي الاشتراك وتلغي زر الجرس وتحمل حالك وتطلع من القناة ويا دار ما دخلك شر. اما بالنسبة للعالم اللي بتهتم بالموسيقى، بتحب الموسيقى، الايقاع بشكل عام بشكل خاص، بدي اياكم بس تدعوا اصدقائكم الموسيقيين، اصدقائكم الايقاعيين، اي شخص عنده اهتمام بالموسيقى، لانه ان شاء الله قريبا رح نبلش بدروس موسيقية، دروس ايقاعية شرقية وغربية ان شاء الله، وتدريس على الالات الشرقية من بينهم الدربكة، الدربوكة اللي هي الرق، الكاتم، البنجوز، الكاخون الى اخره. بالمناسبة البنجوز والكاخون مانن الات شرقية. التدريس إن شاء الله على الآلات الشرقية والغربية، الإيقاعات الشرقية والغربية، باستثناء آلة وحيدة حاليا اللي هي غربية، آلة الدرامز الشلاك تسويك أو فتويتش، لأنه ما أنا متوفر عندي حاليا درامز. وأنا بأوروبا صراحة، يعني أنا بألمانيا ببلد الغرب، يعني درامز أو شلاك تسويك أو درامز اسمه متوفر بقوة ومتوفر عازفين درامز وأساتذة بقوة وبكثرة. فلهذا الشيء معلش خلينا ننشر ثقافتنا العربية، موسيقتنا العربية ببلاد الغرب. خليهم يعرفوا شو يعني موسيقى عربية، خليهم يدرسوا الموسيقى العربية. أنا بتشرف بأي شخص رح يفوت لعندي على القناة لحتى يكون مهتم بالموسيقى ويستفاد لو ب1%، لو بإيقاع واحد أنا رح قدمه إن شاء الله قريبا. حاليا شفتوا وجهي، اتعرفتوا علي بشكل بسيط. بتحب يا اخي ويا اختي، بتحبوا تضلوا بالقناة ويكون بس فقط المحتوى موسيقى، 100 اهلا وسهلا وبكبر فيكم جميعا. وكبرت فيكم انا بهي القناة اساسا. ما عندكم اهتمام بالموسيقى، فضلتوا على راسي والله معكم. هذا كل شيء حكيته، كل شيء كان عندي بالنسبة لهذا الفيديو. ان شاء الله بهاليومين رح يتغير اسم القناة على اليوتيوب من GRM الزين
لهادي أنديوي بالعربي وبالإنجليزي. هذا اسمي، والفيديوهات رح تنحط خاصة لأنه محتوى الجيمينج رح شيله من الأساس، ورح نبلش إن شاء الله شوي شوي بفيديو كل يومين أو فيديو كل 3 أيام حسب الرغبة، حسب الفضاء، حسب المتابعين والاشتراكات والمتفاعلين. طبعا أنا ما رح أجي نزل كل يوم كل يوم من شان نسبة قليلة من المتابعين أو العالم اللي معي. طبعا لو بتكون واحد أو بتكوني واحدة أنا محترمكم وحاطتكم على عيني وراسي. أنا هذا المحتوى حاليا هدفي ساعد العالم بجائحة أو بهي الجائحة اللي حاليا عم تعيشها البلاد العربية والبلاد الغربية أجمعين بدون مقابل. منكم إن شاء الله نستفيد، وإن شاء الله بفيد الجميع. إن شاء الله تضلوا بألف خير جميعا. كان معكم أخوكم هادي نداوي الزين من سوريا، وتضلوا بألف خير. سلامات.